عند العمل مع الأشخاص النازحين، فإنك تعلم أنه لتوفير استجابات نوعية ومستدامة وخاضعة للمساءلة، فإنك تحتاج إلى مشاركة مجتمعية مناسبة وبناءة، لكنك تعلم أيضاً مدى صعوبة تحقيق ذلك. منتدى المشاركة المجتمعية هو مساحة على الإنترنت لممارسي التنسيق وإدارة المخيمات وللعاملين في المجال الإنساني والآخرين لتبادل خبراتهم في إشراك السكان المتضررين في الاستجابات للنزوح. إنه نافذة شاملة لمشاركة المصادر والمناقشات والأخبار والأدوات والإرشادات. من خلال الانضمام إلى منتدى المشاركة المجتمعية، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى ثروة من مصادر المشاركة المجتمعية، ويمكنك التواصل وتبادل الخبرات مع مجتمع عالمي متنام من ممارسي الاستجابة للنزوح، والتي يمكن أن تساعدك في دعم الأفكار والخبرات ومعرفة السكان النازحين الذين تعمل معهم. قم بالتسجيل الآن والتفاعل مع منتدى مجتمع الممارسة الخاص بك.